تونسية، شنية رايك تتزوج بواحد أجنبي عنده جنسية أخرى ماهوش تونسي وماهوش مسلم؟ دبرتها والله، دبرتها وراس أختي دبرتها والله. مش خاص مش خاص، جيت أنا بنية وخذيت واحد من برا. هذه بلاد تسمي فيها، هذه بلاد تحكي عليها تو أنت تقولي تونس، تعاودي فيها تونس تونس، أنت حرام جينا للبلاد والله حرام. بالنسبة لي أنا حرام جيت تونسي يعني. لكن الدين الإسلامي يمنع ويحرم حاجة كيما نعرف نعرف كل شيء نعرفه، أما وقتنا تو وبلادنا وصعوبيتها يلزمك كيك. ما كان سيء ضاعت كيك الراجل كل مرأة، كلها ضاعت كلها ضاعت كلها مشيت. أقسم بالله قعدنا كان فيها وفيها وفي ترى شنو، في مسلم في مسلمة، في ترى شنو ترى شنو، هذاك هو وقتي، هذاك هو الموجود. الدستور شنو فيه؟ الفصل الأول شنو؟ الإسلام دينها والعربية لغتها. فما شكون يحب يعمل يمكن تحديث معناه ميزاجور للقوانين الموجودة في تونس، كما معناه قوانين في أوروبا مثلا السماح للحريات، حريات منها المثلية الجنسية مثلا، الحريات منها مثلا إقامة طقوس مثلا ما عرفش كيفاش حصلوا. لكن توا عندنا مرجعية هي الدستور التونسي. حاجة أخرى، مجلة الأحوال الشخصية ومجلة العقود منين مستمدين هم أصلا الفصول نتاعهم؟ هي من التشريع الإسلامي. ديجا من الفضل بن عاشور ولا بورقيبة، كان العلماء في الفترة ذيك كانوا على معرفة أنه المسألة عندها علاقة بالتشريع الإسلامي، عملوا المجلة حسب القانون معناه الإسلامي مع بعض التحوير الصغير. فهمتني؟ تو تقريبا ما فماش تغيير كبير. علاش تو يجيني شكون يقول لي زواج التونسية بغير الأجنبي وكذا؟ احنا نمشيو على على قانون تونسي. ما يجوزش معناها هذا، تونسية محرم، اي محرم محرم. مسلم تاخو مسلمة، هما ياخذوا على ارواحهم. فهمتني؟ انا ضد الحكاية من اصله. شنو زواج واجنبي وغير مسلم؟ نحن التوانسة ورانا مسلمين، رانا قبل كل شيء، وراهو ديننا الاسلام، وراهو موجود في دستورنا وقبل حتى دستورنا. رانا احنا عرب، رانا مسلمين، رانا نقولوا اشهد ان لا اله الا الله. راهو ماهوش معقول الشيء اللي صاير هذايا طويكه. راهو شنو التسيبه اللي تسيبناها كل مره ونحنا هاو هذه هاو الاخرى هاو ما نعرفش شنو؟ يودي شدوا فران وركحوا ريذ ويرحم والديكم وخلي كل حاجه تمشي بطبيعتها، خلي الشتاء جينا في وقتها وخلي السخانه تجينا في وقتها. شنو كل حاجه ونحنا نحاولوا نفتوا فيها، بدل هذه بدل الاخرى. يودي الناس كل تحترم رواحها وتشد رواحها وتركح تريذ، شنو اللعبه ذي؟ بلدية الكرام فتحي العيوني منع حاجة كما هذا وقال ما مش باش يقع إبرام عقود زواج من هذا النوع في بلدية الكرام إلا في صورة استظهار الأجنبي هذا بما يفيد اعتناقه أو دخوله للإسلام. شنو رأيك؟ والله يا بنية عمي شنو نقول لك؟ قول له دبر على روحك، دبر على بنتك. فهمتني؟ أدبر على بنتك. هذه حكايه، هذه مسيب الدنيا ومسيب ترى شنو ترى شنو، ومشي لي مره عامل صندوق مره هاني ترى منعت ما منعت، يمنع نقولوا على بنتك. كان عنده بنيه يقولوا منع على بنتك. هذاك تو السي فتحي العيوني حر في فكره وحر في رايه، واذا كان هو يحب يعمل اماره خاصه به في الكرم هذيك فهمتني اموره هو. هذيك ما احنا كدوله نحكوا كدوله، اذا كان ثم دوله داخل الدوله هذيك اموره. وسبحتها العيوني الناس كلها تعرف هو ماذا بيه، ما تقصوهاش. هذي انسان فهمتني قالب الفيستا فهمتني، هو منع رئيس الجمهوريه باش يدخل يصلي في مسجد الا باذنه هو. ما هذا رئيس فتح العيوني، اذا كان عاد انت تقول تحب تبدل القانون من حينك اعمل مبادره للمجلس النواب، مجلس النواب اذا كان صدق لك معناها انت بصحتك. وفتح العيوني تو ديما يحاول باش المراسيم الكل معناتها يتجاوزها، هو مرسوم خرجها، مرسوم لازمك تطبقه، ما عندكش معناتها انت انسان مطالب بتطبيق المرسومات قبل كل شيء. اليوم انت رفضت انك باش تطبق مرسوم، انا نشوف انه الحل مش هذا انك ترفض، ما تنجمش ترفض وقت اللي فما مرسوم واضح، لكن تطالب بتغيير المرسوم هذا ممكن.
وما نتصورش واحد معناتها باش يمشي لبلديه الكرم باش يستنى حتى فتح العيون يعمل له ما ينجم اي بلديه اخرى ولا يمشي يكتب فيها صداق. هذه معناتها عمليه استغلاليه للمرسوم الصادر عن الباجي قايد السبسي باش يوري روحه ديما انه في وضع معناتها قاعد يطبق بالشريعه الاسلاميه. والدليل على ذلك معناتها اللي صار قبل مع رئيس الجمهوريه لما جاء الكرم وصلى غادي وقال راهو لازم يدخل يزيد يشاورني. وهذه العمليه اللي قاعده معناتها يجريوا عليها انهم باش تولي فما قطاعيه في الاماكن الكل انهم يحكموا في الاماكن حسب المناطق، كل واحد عنده منطقه نتاعو يحكم فيها بالدوائر نتاعو، وهذا ما يلزموش يصير، والعيون يلزموا يقف عند حد مش كان في العمليه هذه، فيما قبل العمليه هذه. علماء الزيتونه من اهل الذكر معناها من حتى دعاة مدنية الدولة ولا دعاة الحريات ما يسالش، نعملوا حوار كبير وطني، فهمتني؟ حتى لو نثروا الاستفتاء وما يسالش ما دام ديمقراطية. خلينا نستمتعوا بالديمقراطية. ما نعملوش قرارات من روسنا معناها. يا سيدي عندي تشريعات ومجتمعنا تو يعيش في عام 2020 وعندنا برشا حاجات معنا جديدة جاية. شنو رأيكم في النقاط الفلانية أو تقترحوش؟ وبذلك يعني يمكن تفادي معناها أزمة بين انسلاخ المجتمع ولا معناها ديشيرمون معناها دو لا سوسيتي، فهمتني؟ كلامه صحيح، فهمتني؟ المسلم ياخذ مسلمة وحرام حتى كان باش تاخذ أجنبي حرام قدامها هو في الدنيا تو في الدنيا نورمال، اما بعد عند ربي فهمتي تو ربي حاسب هو مسلم يا اخو مسلم، كلنا مسلمين وناخذ المسلمين. انا لقيت جنبي وما خذيتش جنبي، خذيت بنت عمي مسلمه خاطر عرفت حرام، فما كبار رجعوني معناها رجعوني قالوا لي حرام. عندنا دار افتاء في تونس ولا معليش تشبيه كل واحد يدخل في التيران تاع صاحبه، يا اخي رئيس الجمهوريه يشبيه عاد لك رئيس الجمهوريه، يا اخي قال هو كلامه صدق الله العظيم في الحكايه هذه، يا اخي بشنو باش يشد البناوي اللي هذا كل واحد باش يشدها من يده يقول لها لا عرسي بالسيف، تو هذا معقول؟ هذا ماهوش معقول. عندنا دار افتاء في تونس هي اللي تقرر، قالت في وقت من الاوقات لا راهو ديننا يقول كذا وكذا، ينتهي الموضوع. يا اخي فتح العيون باش يجيب لنا حاجه جديده، هو ما عنده ما يجيب لنا جديد. المسلم ياخو اجنبيه ولكن المسلمه التونسيه ما تاخوش واحد اجنبي اللهم لا كانوا مسلم، وانتهى الموضوع. شو اللي في هذه؟ حتى هذه تو زاده معناها لازمنا نقيموا عليها القيامه زاده تو، وبرا باش نخرجوا على تو في الشوارع وكذا وبرا، هذا معقول؟ هذا ماهوش معقول. راهو كي راهو مش معقول، بلاد راهي في امس الحاجه لحاجات اخرين، راهو رانا تاعبين، رانا تعبين، رانا اقتصاديا تعبين، رانا اجتماعيا تعبين، البطاله ضربت نابها في البلاد، وقت اللي تشوف دكاتره ملوحه وتشوف اساتذه ملوحه راهو قلبك يوجعك. راهو قلبك يوجعك، ولادك تقري فيهم وتبدا تشهي فيهم على القرايه، يخزر الدكتور ملوح في الشارع، اش باش يقول؟ نقرا على شنو باش نقرا انا؟ هاو كدكتور ملوح في الشارع. شنو هي الموتيفاسيون اللي عملناها لهم احنا؟ يا ربي ان شاء الله يحمي لنا هالبلاد، وان شاء الله ربي يخليها ان شاء الله رايده يا ربي بجاه القران والرحمن.